طيب طيب ايه انتوا بقى بتقضوا الاجازه ازاي؟ انا عايزه اسالك. لا هو انا تصدقي بقى ان انا بتكلم ان انا في حاجه لفتت انتباهي. هي الناس دلوقتي هيبقى عندها مشكله, مش عايز اقول مشكله, بس هيبقى عندها دور مشكله يعني. ان هيرجعوا على الشغل ورمضان في رمضان في ناس كتيره جدا 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 ما بيقدروش يستغنوا عن الكوفي عن القهوه في رمضان, في ناس ما بيقدروش يستغنوا عن السجاير في رمضان, في ناس بيقدروا بيبقى عندهم بلوك اوت كده اول ساعه في اليوم ما بيقدروش ده. فده بالذات بعد الاجازه بيفرق جدا جدا ان هو هيعملوا ايه في موضوع ده في رمضان. هو اكتر حاجه انا شايف ان هي حاجه صحيه جدا جدا ان الواحد فعلا فعلا زي ما قلتي انه لازم يقضي ساعات نوم كويسه قوي قبل ما يروح الشغل علشان اتليست نبدا يبقى صاحي فايق. وعلى قد ما نقدر احنا قدامنا ايه بكره ان شاء الله, هو رمضان الاثنين او الثلاث صح المفروض ان شاء الله. كل سنه طيبين. بس انا رايي ان احنا نبدا على قد ما نقدر اليوم ده النهارده او بكره, احنا لسه النهارده السبت وبكره الاحد, نقدر نقلل الكوفي او القهوه ونقدر نقلل السجاير على قد ما نقدر. ده هيخلينا شويه متعصبين النهارده وبكره, بس على يوم الاحد هيبقى في تعود, على يوم الاثنين ان شاء الله هيبقى في تعود نسبيا ان الجسم ها ابتدى ياخد. بصوا في رمضان اول يومين بيبقوا صعبين وبعدين بيعدي ما شاء الله سلس يعني.